عقب أوحى أنه في لمن يقرأ ويفسر وفأت وحرثكم أن شئتم، كانوا وقعوا بإشكال أن يعني زماني ومكاني، هي زماني ومكاني مصبوط طيب. وعدوا بإشكالات كثيرة. هلأ نساؤكم عم يخاطب الذكور، يعني ميم الجماعة حرص لكم أنه كل شيء يستجد من الأشياء هو مكسب لكم. نعود إليكم أعزائي المشاهدين لمتابعة حديثنا حول الشهوات ومفاهيم الجمال مع الدكتور محمد شحرور، كما أورده أو كما أورد هذه المصطلحات في كتابه القراءة المعاصرة. كنا قد توقفنا عند نساؤكم حرث لكم، وقد استطردنا من كلمة زين الناس حب الشهوات إلى قوله تعالى والحرث. هل النساء حرث؟ وأنت تعرفها تعريف جديد ربما. الحرث هو المكسب، في حرث الدنيا وحرث الآخرة، والحرث هو الغلة الزراعية، الغلة ما له علاقة بالبزار الغلال واضح. الغلال نعم. وقت قال نساؤكم حرث لكم، إذا هون الجنس ما له علاقة، الجنس حسمه عطاك الزمان والمكان. نعم نهائيا أنه ما يستجد الآن، زمن التنزيل القرن السابع، الآن نحن بالقرن 21، كم شيء استجد؟ خلينا ناخذ نعم الموبايل والتلفزيون والسيارة والطقوم واللبس وكل هالأمور هي استجدت. طيب نحن كل ما طلع شيء بدنا نسأله حلال ولا حرام؟ عم قال لك نساؤكم حرث لكم، كل شيء يستجد فهو مكسب، مغنم مكسب، مكسب لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، تنتهي الآية واتقوا الله، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. نعم نعم. وبسورة المزمل سوء لك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله وخيرا وعظم أجرا. قال له بتقدم، قال له الموبايل بدك تتقي الله باستعماله، ممكن تستعمله بشكل سيء كثير بس استعمله كيف ما بدك، زمانية مكانية، ضمن جميل ضمن تقوى الله شرف. هون هون قال لك فاتقوا الله، فاتقوا الله، قدموا لأنفسكم واتقوا الله، وتقدموا لأنفسكم من خير تجد. ما عم يحكي على الجنس نهائيا، ما له علاقة. نعم نعم. ونساؤكم هي ذكور إناث، إذا الأخلاق والقيم ترافق موضوع الشهوات، يعني يمكن استخدامها هكذا القيم هي ضمن السلوك الإنساني، يعني القيم السلوك الإنساني وقت بيقرر شو بده يتدخل، المعرفة والقيم، قلت لك النفس الإنسانية ثلاثة، الغرائز والقيام، الغرائز والقيام والمعرفة. هلا الشهوات، شهوات تدخل بالغرائز والمعرفة بتعطي الشهوات. هلا هذه الشهوات تحكم بالقيم، تضبط بالقيم، واضحة العملية. جميل. نعم. هذا النفس الإنسانية، هي النفس الإنسانية فيها الشهوات بالنفس الإنسانية موجودة، الغرائز بالنفس البشرية. نعم. هلا اثنين بدنا نشوف وين اجت النساء كمان مو جمع امرأة. سورة النساء مو سورة الحريم، يعني عنوان السورة ليس جمع امرأة، هي يعني هي أخرت الى رسول الله، فيها كل احكام التخفيف، فيها الارث ما اجى للرسول قبله. فمن النساء سورة النساء المتأخرات ما أخر الى رسول الله من احكام صلى الله عليه وسلم. نعم. اثنين أو نسائهن سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، أو نسائهن. هاي هون سألنا لا تعني الذكور إطلاقا، لا تعني لا تعني عكس الذكور. نعم. لا هنا هي ذكور، بل هي ذكور حصرا ذكور. عم يحكي للمؤمنات ولا يبدين زينتهن، ما ذكر بعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، أبنائهن، بني إخوانهن، بني أخواتهن، مصبوط؟ نعم. كلهم في حلقة سوف نتوسع بها المفهوم، بس كلمة نسائهن كلهم ذكور، إجت نسائهن. طيب هو قال ابن أختا، قال ابن أختا، بس ما قال ابن أختا. أيوه. وابن ابن أختا. نعم. وابنه وابن ابنه وزوجة ابن زوجة وابن ابن زوجة. إذن الأجيال المتقدمة على المحارم وما تلا ذلك، يعني ذكور بنين وحفدة، يعني وما تلا ذلك من أحفاد. تلا ذلك كله. نعم. هذا نتركها إلى حين لو سمحت. نعم. كله بكلمة. نعم. واحدة قال. نعم. كمان. نعم. كمان وقت عم يحكي بسورة الأحزاب عن نساء الرسول العظام، قال له لا جناها عليهن حتى قوله تعالى أو نسائهن، كمان. نعم. عم يحكي هنا، كمان عم يحكي على إيش؟
عميك على الذكور، يعني النساء مو في مكان وحيد، النساء جمع امرأة، في أماكن النساء مو جمع امرأة. وأول هي سورة آل عمران: زين الناس حب الشهوات من النساء ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا المفهوم الغريب أثار عليك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أثار موجة من النقد في بداية إصدار كتبك دكتور. هذا المفهوم كان جديد على الذهنية العربية الإسلامية. لك يعني مو هيك الواقع، يعني رب العالمين، أنا بدي أسألهم كل الفكر أنه واقع رب العالمين أهم شيء صادق، قوله الحق صادق تبارك الله، يعني صادق. أنا عم برهن على مصداقيته، ما عم برهن على شيء، عم بقول لهم شوفوا هاي الآية وطلعوا على الأرض، شوفوا أهل الأرض، قال للناس هو آذينا للناس، شوفوا اليابان وشوفوا أمريكا وشوفوا أنتم وشوفوا كل أهل الأرض، بتلاقوها مضبوطة. ولا وقال لك ذلك متاع الحياة الدنيا، طبعا هذا متاع الحياة، أصلا من هذا المتاع أنت بدك تروح على الجنة أو على النار، منين يعني أنت وقت عم تمارس هذا المتاع في جنة ونار؟ لأنه فيه واتقوا الله. نعم يعني نعم. يعني ضمن ممارستك هذا المتاع والحصول عليه في صار في جنة ونار. نعم. ذلك متاع الحياة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وفي هذا متاع الحياة الدنيا يعبد الله. نسوي حلقة عليها، أين يعبد الله، كيف يعبد الله في متاع الحياة الدنيا؟ لا يعبد الله إلا هنا. نسوي حلقة أين يعبد الله. نعم لا مانع يعني، لا لكن يعني دائما الذهن يستبق كيف يعبد الله في المتاع، يعني بطريقة استخدام وتسخير الشهوات أم ضبط أم كبح. إنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة هون، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها زينة للناس. يا نعم. يعني إذا بربطنا بيناتنا نبين نعم. يعني هون يعبد الله. وفي الآخرة يا عذاب يا رحمة. نعم. اللهم صل على النبي، انت نسيتني. صلى الله عليه وسلم. طيب اسالك دكتور، انت تعتبر ان الثقافة الاسلامية، نعم ذكرت الان انه احتجوا علي. طيب اذا احتجتوا شوفوا الواقع، ما مو الواقع هيك؟ يعني رب العالمين عم يحكي على شيء موجود امامكم، لك صار امامكم مفهوم اكثر من امام الصحابه رضوان الله عليهم نفسهم، يعني انتم بتفهموا اكثر منهم صرتوا. نعم. وهي من الايات المتشابهات، ايضا من المتشابهات لك، يعني هي مشكله التشابه، وهي من هي المحيره انه هي التشابه لك شو يعني. هلا بنفهمها طبعا، احسن بنفهمها بشكل اكثر، يعني هلا تاولت احسن.